وإذا تكات في الموت هو مزيان وإذا تسير يخرج عليها صراحة تكون معك واقعي تسير اللي يخرج عليها. المشكل اللي عند الفريق ما كانتش عند المؤهلات وما كانوش واحد المستوى اللي كبير. الوداد راه كان ليها الوداد ليها أمثال كانت الوداد درب ليها أهلي ودرب ليها الزمالك واحد الوقت عادي. احنا عندنا تبارك الله دينا الشعوص باش آخر سنين دينا بطولة عام كنديو عام كنصدقو. بالنسبة لخط فريق الوداد البيضاوي تيبان لي ما كاينش واحد التفاهم بيناتهم تيبان لي داكشي غامض أخويا ما غنفهمو لا أنا ننسى. خويا نقول لك الراي ديالي في الوداد هو اللعابه كيتفلاو وانا يا خويا عندي راي واحد هو داك السيد ديال عادل رمزي راه مسكين دينا ذنوبو بزاف هو راه مدرب كبير وغلطنا في حقه وسمح لينا وصافي. لا عادل رمزي مدرب زوين كبير يمشي بالفرقه حنا كنا غالطين فيه كنطالبوا بالرحيل ديالو. دابا من هذا المنبر بغيت نقول ليه سمح ليا وصافي غير على عادل رمزي ام العصبه نديوه بعادل رمزي ولا بلا عادل رمزي عادي. حنا عندنا تبارك الله دينا جوج عصبات في اخر سنين دينا بطولات عام كنديوها وعام كنصدقوها. المهم انت راك عارف راه الوداد راه فرقه كبيره راه هي اللي شوف الوداد كدي البطوله ما عمرهم قالوا الزيادات العام داو الغريم ديالنا وقال لك زيدوا فلو علاش البطوله يتزاد فيها تداتها الراجع علاش ملي كانت كدير الوداد ما قالوا تحد مطالب بالزياده. الوداد هذا العام ناقصه كانت عندها الوداد كانت من احسن الفرق الوداد الرجاء كان من احسن الفرق هذا العام ناقصه بزاف شنو اللي جا ناقصه واش من التسيير من هذاك. الوداد كان من احسن الفرق الوداد والرجاء انت تهضر معك نتيقه كمشجع فريق وطني وانا من ابناء المحمديه. الوداد كانت في المستوى مزيان ويدا التسيير يخرج عليها بصراحة تنكون معك واقعي التسيير هي اللي خرج عليها تيجيبوها هذا هو اللي خرج على الوداد والوداد ان شاء الله تبقى ديما وداد لا الرجال وداد العام الله العام جاي ان شاء الله يقدروا يشاركوا لا بقى في ذاك الثقه ديالهم ذاك الروح الوطنيه ديالهم راه ان شاء الله غيمشيو بعيد. لا ما عمر الوداد وقع على هذا المشكل حتى لهذا الاخ واحد العامين دروك وقع على هذه المشاكل داكشي من التسيير ما تهدرش انا ما جبتش الرؤساء هذاك كل شيء خلصوا فعلوا انا تلفت كريالي الوداد هذا العام عامين دروك ثلاث سنين ما عندهاش العام كانت في المستوى كانت يتحملوا على البطوله الوداد والرجاء خليني من الجيش ولا فرقه تهضر في الواقع انا تهضر في الواقع والحمد لله والشكر لله طلبوا منهم ان شاء الله ترجع المياه لمجاريها. الوداد كيلوبي في الجامعه ديال الوداد كل الاعضاء ديالهم افلاس عندهم مشاكل افلاس اللعب خصهم الجامعه اللي فيها المشكل الوداديين ما كيلعبوش على الانشطه ديال الرياضيه كيلعبوا الاعصاب عندهم مشاكل داخل. الوداد كانت وداد دابا درك ما بقاش وداد دابا الوداد خصها تغير هذيك الجامعه تغير يديروا جامع عام يديروا جامع عام ويعينوا رئيس حقيقي ويعينوا المكتب يكون بالنسبه للرياضه. الوداد راه كان ليها الوداد ليها امثال كانت الوداد درب ليها اهلي ودرب ليها الزمالك واحد الوقت ملي كان بن شرقي ومني كان هاد العام ما دارت والو عندها مشكل في الجامعه الوطنيه الجامعه ديال الجامعه ديال الوداد مكتب الجامعه خصهم يديروا الجامع العام ويغيروا المكتب يديروا مكتب جديد يكون رئيس يكون يخاف الله سبحانه وتعالى يتمنى حتى هو راه داخل معاهم تما حتى هو يتمنى ولا الاخر رسمي حتى هو هذاك وكاين الاعاقه في الوداد راه عندهم الاعاقه الصندوق عندهم راه عام راه فائض في كاين مشكل كاين في الجامعه والوداد راه عندها الاعاقه راه عنده الصندوق عندها راه فائض رساله للوداد تمنوا لي العام الجاي ان شاء الله غتكون شي رئيس جديد وترجع المياه المجرى ان شاء الله الوداد غترجع هي هذيك الوداد ان شاء الله. واخويا شنقول لك بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي هو فريق كبير ولكن المشكل اللي عند الفريق ما كانتش عنده مؤهلات وما كانوش في واحد المستوى اللي كبير ما عطاوش واحد الظهور واحد الانتاج اللي غيكون مزيان بالنسبه للعابه كان عندهم المقابلات كانوا عندهم بعض المقابلات كان عندهم داك الشيء غامض ما كانش باين واضح كان عندهم داك الشيء ما يتفهمش لك اخويا ومن هنايا من هذا المنبر الانسان الفريق اللي ما غيعطيش واحد الانتاج وما غيعطيكش واحد الشحنه ايجابيه بالنسبه للفريق راه ضروري غادي يكون فاشل راه ما غاديش يعطي ما غاديش يشارك في العصبه ولا في كؤوس افريقيا ولا في الكاف ولا في حتى شي حاجه ديما تيكون في واحد المرتبه الثالثه ولا الرابعه ما عمره غادي يعطيك داك الشيء اللي بغيتي. ومن هذا المنبر تنتمنى ان الفريق الرجاء البيضاوي فريق متميز وفريق عنده لعابه مزيانين وعنده مدرب في المستوى الكبير. انا حاجه اللي تنطلب من الناس المسؤولين ديال اداره الرجاء البيضاوي يحاولوا يخلوا هذا المدرب زوزيف يخليه يخدم الخدمه ديالو حيت حنا ما خاسرين حتى ماتش الحمد لله وهذا بالنسبه للفريق راه رباح كبير هذا
بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. هنا تنقول لكم المسؤولين الطاقم التقني ولا المسؤولين ولا الناس ديال الاداره، الله يرحم لكم الوالدين، خليو زوزي خليه يخدم، وراه عطانا واحد الشحنه ايجابيه بالنسبه للعابه والدراري مفاهم معاهم، والحمد لله هما داو البطوله، وحنا تنتمناو ثاني ان شاء الله نفوزوا بكاس العرش ان شاء الله في مقابله ان شاء الله في اكادير بين الفريق الرجاء البيضاوي وفريق الجيش الملكي. تنتمناو لهم واحد الفوز يكون سمين وغالي على التعريف كما تنقولوا، وتكون واحد الشحنه ايجابيه، وخلوا المدرب يخدم، وراه غادي ان شاء الله غادي نجيبوا هذا الكاس هو ان شاء الله. وبالنسبه للوداد، بالنسبه للوداد خاصهم مدرب وخاصهم طاقم تقني وخاصهم بعد اللعابه، وباقي تيبان لي انا بالنسبه خوت فريق الوداد البيضاوي تيبان لي ما كاينش واحد التفاهم بيناتهم، تيبان لي داك الشيء غامض اخويا، ما غنفهمو لا انا لا انت، ربما انا تيبان لي فريق الوداد البيضاوي فريق كبير، ماشي غادي نقول لك حنا فريق فاشل ولا شي حاجه، هو فريق كبير، ولكن هذا العام هذا الموسم الظهور اللي بانت به فريق الرجاء البيضاوي ما غاتبانش به الفرق، ما غاتبانش به بالنسبه للوداد.